أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا وحلقة جديدة في برنامجكم برنامج همسة مواطن. شكرا لا تكفي الأطباء والممرضين والممارسين الصحيين الذين يدين لهم العالم من أقصاه إلى أقصاه بالجميل والعرفان والشكر والتقدير. وأخص بالشكر الجيش الأبيض المصري الذين يبذلون أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة في هذا المرحلة الدقيقة، فينالون بإذن الله جزاءهم الأكبر من رب العالمين، فهم القلوب البيضاء والأصفى من الثلج، أحلامهم وأمانيهم نقية، هدفهم من أنبل الأهداف التضحية والجود بالروح في سبيل إنقاذ أرواح أخرى. لديهم قدرة فائقة على التضحية والتحمل والتفاؤل والإنغماس فيهم إلى آخر قطرة. يمنحون مرضاهم أملا لا منتهى دون تحيز أو تفرقة. هؤلاء هم من يستحقون التقدير والثناء من قيادتهم ومن الوطن ومواطنيهم والمقيمين على أرض الوطن. فتحية إجلال وتقدير لأطباء مصر وللعاملين بالصحة المصرية، وتحية إجلال وتقدير لأسر شهداء الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ البشرية. أرحب بزميلتي، مساء الخير يا مسن. مساء الخير يا أشرف. في مقولة بتقول إن الوقت بيغير كل شيء، وأنا بقول عليك إنك تبدأ بتغيير بنفسك وما تنتظرش الوقت. برحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج همسة مواطن. برنامجنا النهاردة كان للريادة في استضافة قامات كبيرة في عالم الطب، وهنبدأ أولى فقراتنا النهاردة ونرحب بضيوفنا وضيوفكم في الاستوديو، الأستاذ الدكتور بهاء توفيق عضو نقيب الأطباء بمحافظة الغربية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. الدكتوره عفاف عبد القادر استشاري نساء وتوليد، اهلا بحضرتك. أهلا يا استاذه يا دكتوره عفاف. اهلا. دكتوره عفاف، حضرتك كان في مشكله كبيره جدا كانت مع حضرتك وعايزين نعرفها باستضافه، يعني بايضاح اكتر. وكان سنه 2018 شهر 3 كنت عملت عمليه استئصال رحم لسيده، وبعدين بعد 4 ايام من العمليه بدأت الست تشتكي من بعض المضاعفات. الست دي كانت كبيرة السن، عندها حوالي 60 سنة، وكانت بعد ما خرجت من المركز بحالة جيدة جدا، ما حصلهاش أي مشاكل. وبعد ما اطمنا على حالتها خرجت الحالة. بعدها بأربع أيام جت المركز، اشتكت من بعض الأعراض في الجهاز الهضمي، وهي كانت أصلا مريضة جهاز هضمي أساسا، وإحنا كنا عملنا لها كل الفحوص قبل العملية، وكنا عارضينها على استشاري بطنه برضو عشان يجيز يعني انها تعمل، انها صالحه ان احنا نعمل لها العمليه ولا لا. والاستشاري البطنه نوه ان ممكن تحصل لها المضاعفات دهيت، لان الست دي اساسا من الناس اللي هم معرضين اكثر عرضه، اكثر المرضى عرضه لهذا النوع من المضاعفات اللي هو الانسداد المعوي. نظرا لسنها ونظرا لان انزيمات الكبد بتاعتها كانت عاليه، فطبعا خدنا كل الاحتياطات الاحترازيه المفروض ناخدها، وعملنا كل الفحوص الطبيه المناسبه لها قبل العمليه، وعرضنا كل ده على استشاري البطنه واستشاري التخدير قبل العمليه، وعملنا لها كل الرعايه المناسبه اثناء وبعد العمليه، قبل واثناء وبعد العمليه. تمام. جينا بعد 4 ايام، وكنا كمان مركبين لها درنقه طبعا بعد العمليه، على اساس ان احنا الدرنقه دي بتبقى المرايه بتاعتنا اللي ما بداخل في تجويف البطن، بعد ما بنقفل بطن المريض دي بتدينا فكره كويسه عن اللي حصل بداخل البطن، نوع الافرازات اللي طالعه من الدرنقه، كميتها، طبيعتها، وبنقدر نحكم بيها على الحاله يعني بعد العمليه. فطبعا الحاله خرجت من المركز واطمنا على كل شيء، وتم ازاله الدرنقه دي بعد 3 ايام، واطمنا ان السوائل بتاعتها طبيعيه. وتم ازالتها بعدها بيومين او كده، بدات الست تشتكي زي ما قلت لحضرتك في رابع يوم.
من شوية قيء خفيف، مغص خفيف، كلها حاجات بسيطة. فالمهم بدأت إن أنا طبعا أفحص الحالة كويس جدا عشان طبعا ده مصلحة المريضة. دي كانت أعراض طبيعية بعد العملية؟ دي أعراض طبيعية بالنسبة لسنها، بالنسبة لظروفها الصحية، وبالنسبة إن ده كان في الاعتبار من قبل ما تدخل العمليات، إن ده كان في الاعتبار إن ممكن يحصل لها كده. وكنا كاتبين الكلام ده على تذكرة الدخول بتاعة العملية الحالة، وكنا كاتبين ده في ملاحظات العملية، وكنا كاتبين ده في الموافقات اللي اتخذت من زوج المريضة ومنها. تمام. إن في بعض المضاعفات ممكن تحصل نتيجة إجراء العملية، نتيجة سنها وظروفها الصحية. تمام. فجينا لما اشتكت من الأعراض دي عرضناها على استشاري باطنة عشان نطمن عليها، وجيت اتفقت معاه إن احنا هنعمل سونار، وعملت لها سونار عندي في المركز. اطمنت إن مفيش حاجات جسيمة موجودة أو حاجات ممكن تكون مضاعفات من الجراحة. لقينا إن الجهاز الهضمي زي ما احنا كنا متوقعين هو اللي ممكن يكون في بعض الأعراض دي اللي بتشتكي منها المريضة نتيجة المضاعفات في الجهاز الهضمي. أنا عايز أسأل حضرتك بس سؤال. اتفضل. كعملية أمراض نساء. أيوه. كانت أوريدي كويسة سليمة. جدا. المضاعفات كانت من المعدة. من الجهاز، لا مش المعدة، الأمعاء. الأمعاء. حضرتك العملية دي من عمليات الحوض، يعني إحنا بنشتغل في الحوض، بنشتغل في تجويف البطن الأعلى. تمام. هنشتغل في تجويف في البطن، في اسفل البطن. تمام. في ابعد حته في البطن دي بفعل الجاذبيه بعد ما بنخلص اصلا الامعاء كلها بتجري وبتروح على المكان ده اللي هو المكان بتاع استئصال الرحم. تمام. فطبعا الامعاء بتجري كلها، بتتحرك كلها في نفس المكان ده، وبتقل الجسم وبتقل كل شيء، بترجع الامعاء لوضعها الطبيعي. طبعا مع سلوكيات معينه المريضه بتقوم بيها. طيب معانا اتصال، معانا الدكتور ابراهيم العسوي. اسامه العسوي. اسامه العسوي معانا. انا اسف، معانا اتصال من الدكتور اسامه العسوي. الو. ايوه حبيبي، معاك. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا حبيبي. طبعا احنا النهارده معانا قامات كبيره في الاستوديو، معانا دكتور بهاء توفيق نقيب اطباء، والدكتور عفاف، وطبعا بيشرفنا ان حضرتك تكون معانا في اتصال. ربنا يخليك، ربنا يخليك. يمكن حضرتك لو معانا، طبعا دكتور عفاف بتحكي مشكلتها اللي تعرضت ليها من 2018، وده يتطرقنا لحاجات ان احنا موضوع المسؤوليه القانونيه، قانون المساءله القانونيه ومتى يخرج الى النور لحمايه الطبيب. بص حضرتك، يعني لو تسمح لي بسرعه عشان وقتكم. شغلة الطب وخصوصا الجراحين، الناس او المريض عايز من الدكتور بتاعه نسبة نجاح 100%، ودي لا هتحصل ولا هتحصل ولا حصلت لا في مصر ولا في غير مصر، لان احنا مش لا ملائكة ولا شياطين. وبعدين لما بيحصل مشكلة في الحالة، الاعلام بيتكلم وبيشتم، والفيسبوك بيتكلم ويشتم. الخطا المهني، الخطا المهني وارد في اي مهنه يا دكتور. بص حبيبي، بص حضرتك، الفرق ان قانون المساءله الطبيه يعني ايه؟ الناس تبقى عارفه قبل الاعلام ما يشتم، قبل الفيسبوك ما يشتم اي حاجه، ان في اخطاء وارده في الطب في اي مكان في العالم، وفي اهمال، وفي اهمال جسيم. استنوا لما يظهر، لما يحصل اي مشكله لا قدر الله، استنى لما لجنه فنيه تحكم وتقول ان هل في خطا وارد في الطب، هل خطا وارد في العمليات، هل احنا يعني هل تقصير من الطبيب المعالج. ايوه دكتور. دكتور معلش، لو حصل لا قدر الله حاجه، استنى لما لجنه فنيه تحكم، وبعدين قبل ما تبهدلني وتدخلني اسم وتقبض عليا وتعاملني معامله المجرم، استنى. وبعدين مجلس النواب قانون المساءلة الطبية في المجلس اللي فات 5 سنين، وفي المجلس ده وكان فيه دكاترة كتير، يعتبرونا زي بتوع الطلاق. ايه المشكلة يعني ان انتوا تناقشوا الموضوع؟ مش فاهم. يعني قبل ما تبهدلوا الدكتور اللي هو بيشتغل وربنا عالي، احنا بنشتغل بمقابل شكله ايه، استنى لما تحكموا على الموضوع. دكتور يعني دكتور مش في مفترض ان في تقرير بيتمضي من المريضه او احد وبيبقى هي بتبقى عارفه المضاعفات، او المريض عارف المضاعفات اللي هتحصل بعد العمليه؟ لا طبعا، في حاجات غير وارده، في حاجات نادره بس وارده في الكتب. يعني معلش،
في النساء والولاده الرحم بعد الولاده يرخي، الرحم يرخي يقوم ينزف. في النساء والولاده بعد القيصريه وانفصال المشيمه ممكن فقاعه هواء تدخل في مجرى الدم وتوصل للرحم. وفي بعض حالات الرحم ما بينقبضش مكانه، ما بيدخلش مكانه مثلا. وبعدين الفقاعه الهوائيه دي بتعمل حاجه اسمها اير امبوليزم، يكتبوا عنها في الكتب يقولوا ان افويدبل ان تريتابل ان اكسبكتد، يعني حاجه لا نقدر نتوقعها ولا نقدر نعالجها. احنا مش يعني الحكومه لما بتمضينا على اقرار فيروس الفاكسين بتاع كورونا بتقول لك لو جرى لك حاجه ماليش دعوه. انا مش همض العين ان لو جرى لك حاجه ماليش دعوه، لكن العيان ما افترضش فيها سوء النيه. اكيد طبعا اكيد طبعا اي طبيب عليها. بشكر حضرتك دكتور اسامه، وطبعا سعداء بمداخله حضرتك، واكيد طبعا اي طبيب بيبقى عايز نسبه النجاح توصل يعني توصل بنسبه 100%، لان طبعا دي حاله واخلاص في المهنه، واحنا عارفين الاطباء يمكن ما بيخلوش جهد عن جهد، لان طبعا في النهايه الطبيب سمعه. فاي طبيب عايز فعلا الحاله. ونرجع لحضرتك تاني يا دكتوره. طيب اللي تم بقى يعني احنا باختصار اللي تم عشان وقتنا اللي تم ان احنا بدانا نعمل لها الفحوص اللي احنا بنستبعد فيها ان فيها اي خطر او اي حاجه عشان نحافظ على حياه المريضه. لقينا ان السونار، تقارير السونار اللي اتعملت لها استبعدت اي اسباب تكون نتيجه جراحه استئصال الرحم احنا عملناها، وقال ان حركه الامعاء مرئيه وان ده في انسداد جزئي بسيط موجود في الامعاء، وان ما فيش اي تجمع سوائل ولا صديد ولا تجمعات دمويه في تجويف البطن. عملنا لها اشعه اسمها اشعه في الوضع واقفا، دي بنستبعد بيها ان يكون حصل ثقب في الامعاء، ودي قالت ان ما فيش هواء تحت الحجاب الحاجز. لو كان حصل ثقب في الامعاء كان بقى فيه هواء تحت الحجاب الحاجز. يعني انا من البدايه طيب انا مستبعده المضاعفات دي ادت لوفاه الحاله عشان ابدا الحاله سليمه وعلى قيد الحياه وما زالت على قيد الحياه. وهي كانت جايه لي بتتمتع بحاله طيبه جدا وما زالت في حاله طيبه جدا. طيب ايه المضاعفات دي؟ نتيجه حاجات ممكن تكون هي في ظروفها هي الصحيه ونتيجه ممارسات هي عملتها. كلت وشربت واسرفت في الاكل والشرب. وست مريضه جهاز هضمي وكبيره والكلام ده. طب الحاله اللي حصلت لحضرتك يعني احنا بعد اللي حصل لنا بقى بعد كده ان طبعا احنا عملنا لها تقارير السونار. انا السونار ده بالنسبه لنا او الفحوص بالنسبه لاي طبيب هو ده الجايدنج، يعني ده الحاجه اللي هتمشيني وتشخصني الحاله وتعرفني انا هعمل ايه مع الحاله. لما السونار يقول لي ان ما فيش اي حاجه تستدعي تدخل الجراحي يبقى انا مش هدخل جراحي، وبالعكس لو انا اتدخلت جراحي ده المفروض هو القانون يجرمني طالما عندي السبب في السونار. اللي حصل في الحاله ديت ان هي بعد كده لما اشتكتني الطب الشرعي قال كلام غير اللي كان موجود في تقارير السونار للاسف. تم اولا كنا نتمنى من النيابه العامه ان هم كانوا يستدعوا دكتور الموجات الصوتيه، الاستاذ الدكتور اللي هو اجرى الموجات الصوتيه للست واللي اجرى الاشعه في مركز الاشعه، وكان يطلب منه ترجمه بالعربي لتقارير السونار للوقوف على التشخيص الحقيقي للحاله اللي هو موجود فعلا في ملف القضيه. حضرتك والتقارير دي دكتورة. التقارير دي كانت مقدمه بيد المريضه داخل القضيه. اذا حضرتك بتطلبي من القضاء أي. ان في حاله زي حاله حضرتك كده ان هو يكون هناك لجنه فنيه استشاريه طبعا من التخصص مع الطب الشرعي. اي طبعا احنا مع كل احترامنا وتقديرنا للنيابه العامه والقضاء كل واحد في الدنيا له تخصص لازم يلتزم بيه. انا ما اقدرش اروح اقضي في قضيه امام القضاء لان انا طبيبه. نفس الشيء برضو القاضي واحكامه على الراس هو القاضي طبعا بيحولها زي كده بيحولها ماشي القاضي الشرعي. القاضي مشي على كلام في الطب الشرعي. طيب انا دعيني اسال حضرتك سؤال بس. هل الطب الشرعي بالنسبه لتقرير زي كده هل ما عندوش استشاريين تبع قسم النساء والتوليد يعني يستعين بيهم في مثل تقرير زي تقرير حضرتك؟ حضرتك اقول لحضرتك بقى الخطوات بالظبط اللي اتبعت معايا واللي اتسببت في الحبس سنتين ليا نتيجه التطور الخاطئ للقضيه. في البدايه خالص اولا احنا بندي شهادتنا قدام النيابه العامه واقوالنا قدام النيابه العامه ما بتروحش الطب الشرعي. دي بتبقى كونكلوجن او
بيبقى تقييم من السادة وكلاء النيابة، بيكتبوا رأيهم، رأيهم في رأيي ورأي اللي شهد ورأي الدكاترة لنظر الحالة. كان عندي في القضية بتاعتي 4 أطباء نظروا الحالة معايا، منهم استشاري البطن ومنهم استشاريين جراحة 2 ومنهم استشاري نساء. ما تمش الأخذ برأهم. الأربعة شهدوا بأن ديت حالة انسداد معوي وأن دي من المضاعفات الطبية الواردة وإني ما فيش أي خطأ مهني. طب أنت حضرتك ما قدمتش تقرير في ال كتبت وهل تم إضافة يعني التشخيص بتاع الأربع دكاترة اللي كانوا مع حضرتك في التقرير وتم تقديمه للنيابة؟ حصل إن أنا حضرتك لما القضية بتاعتي دي خدت درجتين 2 من التقييم أمام الطب الشرعي. في أول مرة كان التقييم الأول بعد ما دخل 3 استشاريين كانوا مناظرين الحالة في حينها، يعني هم رأيهم أصدق من رأيي، والتلاتة دول قالوا رأيهم بما يرضي الله وبصراحة، لأن دي ما فيش حد صوت يعلو فوق صوت الطب ولا صوت القضاء طبعا، لا حد هيغير رأي قاضي طبعا، ولا حد هيغير رأي طبيب أبدا، وإلا يبقى المينتين دول وقعوا. أنا هرجع لحضرتك تاني. طيب بس عايزة أسأل الدكتور قبل بهاء. قبل ما نرجع للدكتور بهاء معانا اتصال. الو، ايوه مساء الخير يا فندم. النور، اتعرف على حضرتك يا فندم. الو، ايوه دكتور اسامه، اهلا بحضرتك دكتور اسامه. اهلا بيك، اهلا وسهلا. طبعا حضرتك لو متابعنا احنا النهارده بنناقش قضيه الدكتور عفاف عبد القادر، امين نقابه مصر كلها، امين نقابه مصر كلها. اهلا بس يعني نقيب اطباء مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. امين عام، اهلا بحضرتك يا فندم، وشرف لنا اتصال حضرتك بالبرنامج. احنا معانا النهارده في الاستوديو سياده نقيب اطباء الغربيه دكتور بهاء توفيق وايضا دكتوره عفاف عبد القادر، وبنناقش مشكلتها اللي تعرضت ليها، وده اللي يمكن احنا بنناشد مجلس الشعب باصدار قانون المسؤوليه الصحيه، المسؤوليه الصحيه الطبيه، المسؤوليه الطبيه. بالضبط كده. اولا اسمح لي احييك واحيي ضيوفك الكرام ومستمعينك ومشاهدينك. الحقيقه الواقعه بتاعت الزميله العزيزه دي بتؤكد على ضروره سرعه اصدار قانون المسؤوليه الطبيه، واحنا الموضوع ده شغالين عليه مع الزملاء في البرلمان ولجنه الصحه، وكان خد وقت طويل بس كانت اوقات ان مصر يبقى فيها قانون حديث للمسؤوليه الطبيه، لانه احنا لغايه دلوقتي الاطباء بيتحقق معاهم في النيابه او في المحاكم وفق قانون العقوبات وبنفس الاجراءات بتاعت قانون العقوبات، زي ما يكون قتل خطا او اصابه مواطن، زي ميكروبات لو ضرب مواطن في الشارع وتوفى مثلا، فما فيش قانون لتحديد المسؤوليه الطبيه ولطريقه محاكمه الاطباء. كل دول العالم سبقتنا في ده، اوروبا كلها كده من زمان، وامريكا النهارده معظم الدول العربيه عملت قانون جديد، اخرهم الامارات عملت في 2014 وطورته كمان في 2016، والسعوديه طبعا والكويت وما الى ذلك. ده دوركم برضه ده دور حضراتكم ودور النقابه، ان شاء الله يعني من خلال مجلس الشعب وتواصلكم مع الوزيره. لازم القانون ده فيه 3 حاجات مهمين جدا. انه نمره 1 اللي يحقق اي شكوى تروح في الطبيب سواء في النيابه الاداريه او في النيابه العامه او في نقابه الاطباء او في اي جهه تحقيق، تروح للجنه تبقى متحدده من وزاره العدل، من الاساتذه، من اكبر 3 اساتذه في التخصص في المحافظه، اللجنه الفنيه هي اللي تحقق مع الطبيب عشان تحدد مدى مسؤوليه الطبيب عن المضاعفات اللي حصلت من عدمه. نمره 2 انه طالما الطبيب متخصص وبيشتغل في مستشفى معترف بيها وكل حاجه كل الاجراءات سليمه، لكن مضاعفات ممكن تحدث مع اي جراح في الدنيا او مع اي طبيب، يبقى العقوبات فيها تبقى عقوبات مدنيه، ما يبقاش في حاجه اسمها حبس للاطباء، لانه انا لو في حبس ضيف الحبس ده على رقبه الطبيب اي حاله متقدمه او خطيره هخاف اعملها، لانه في احتمالات المضاعفات عاليه. صحيح. حدث ليه؟ اللي هيدفع الثمن المواطن. دكتور كمل، المشاكل اللي بيقابلها الطبيب المصري قد ايه؟ الايه؟
كم المشاكل اللي بيقابلها الطبيب المصري من الأجور لعدم الفلوس بتاعت بدل عدوى، الحاجات دي كلها قد إيه؟ طبعا دي مشاكل كتيرة جدا وانت ليكي حق فيها، لكن خلينا الحوار بتاع الحلقة بتاعت حضرتك دي على قانون المسؤولية الطبية اللي أنا فاهمه كده من الزملاء المعنيين، لأنه ده موضوع حيوي جدا. أهم، أنا رأيي أنه أهم مشكلة بتواجه الأطباء النهاردة هي مشكلة المسؤولية الطبية واحتمالات وإمكانية حبس الأطباء، سواء الحبس الاحتياطي أو الحبس الحكم بالحبس. يبقى احنا ثاني حاجه قلنا الاحكام كلها تبقى غرامات او تعويضات، حكم مدني. نمره ثلاثه ان يبقى في شركه تامين ضد اخطاء المهنه، لازم كل طبيب بيشتغل بيمارس المهنه يبقى متامن عليه زي كل دول العالم. مصر لازم تبقى مواكبه للتطور اللي حصل في العالم، ان لم تسبق دول كتير، لان مصر كان ليها تاريخ طويل في المساله دي. طبعا. وبالتالي ضروره قصوى اصدار القانون، لانه مساله ان يصبر حبس الطبيبه زي زميله العزيزه كده انه حبس سنتين في المضاعفات، حتى لو هي المضاعفات دي حصلت نتيجه خطا، هو طبعا الحمد لله الف حمد يعني ان المحكمه في النهايه محكمه الاستئناف حكمت بانها غير مخطئه، ولكن احنا بنقول حتى لو لانه الخطا وارد، الخطا البشري وارد والخطا المهني وارد، في اي مهنه وارد فيها الخطا يا معلم، ولكن عقوبته لابد ان تكون عقوبات ماديه، غرامات او تعويضات، وليست حبس، لانه الحبس اللي هيدفع ثمنه المرضى المرضى المرضى. بشكر حضرتك وسعدنا جدا باتصال حضرتك، ونتمنى ان النقابه يكون ليها دور اقوى لخروج القانون وللحفاظ على اطباء مصر. وارجع تاني بقى للدكتور بقى، رحب سيادة نقيب أطباء الغربية الدكتور بهاء توفيق. أهلا بك دكتور. طبعا الحلقة على القانون المسؤولية الطبية. أنا بداية أن أنا عايز أخش في اتجاه تاني خالص قبل ما أبدأ موضوع الدكتور عفاف أو المسؤولية الطبية، لأن هما نقطتين أنا هتكلم فيهم بس. موضوع الدكتور عفاف نمرة 2 قانون المسؤولية الطبية، غير كده مش هتكلم. احنا عايزين دور النقابة بقى. أنا أقول الأهم من كده، أن الطب جعل لمصلحة المريض أولا. مفيش طب في العالم اتعمل أنا مش مصلحة الطبيب، لا أنا عندي المريض أولا. إن لم يكن هناك مريض لا يوجد طبيب ولا يوجد مستشفيات ولا يوجد أي حاجة. فإحنا في البداية المريض هو رقم واحد في كل أي تعاملات وفي أي مخاطبات وأي أي كلام بنتكلم فيه بخصوص هذا الموضوع. مفيش طبيب في الدنيا داخل يعمل عملية إلا نمرة واحد عايز المريض يشفى لانه يد الله في الارض، نمره 2 انه عايز ينجح. طبعا يعني النهارده عشان تدخلي طبيب يخش يعمل عمليه، لا ده بيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى طبعاً. وبيقول يا رب سهل الامور، وانا بشوف انا بشتغل، انا دكتوره نساء ولاده وبشتغل حقن مجهري، وانا عندي طبيب وانا بشتغل حقن مجهري اللي بيخدر، اقسم بالله العظيم، وبيقول اللهم اجعل هذا سهلا، وما ويقعد يقرا القران قبل ما بينام العينه. ده معنى كده، ده معنى كده ان اي طبيب بيشتغل بيبقى شغل بيطلق عليهم ملائكه بيطلب الرحمه، يعني بيطلب هو يد الله في الارض. مفيش وصل سنه او مفيش طبيب داخل يموت عيان، هو اول حاجه داخلها عايز العيان يخف، نمره 2 عايز اسمه يبقى كويس، نمره 3 وقبل الاثنين دولت ان هو بيتقي الله وعايز رحمه الله سبحانه وتعالى. ده البدء البدائي اللي احنا بنتكلم فيه، أن الطبيب مش داخل. يعني إن حدث خطأ طبي فده إيه اللي بينه وبينه أكتر من واحد سايق سيارة في الشارع وبالصدفة واحد رمى نفسه قدامه أو حصل أي خطأ في العربية وحصل وفاة؟ هل معنى كده إن ده ما بيتحبسش؟ لا، بيدفع دية. النهاردة مشكلة الدكتور عفاف هي جات لي النقابة ومعها أوراق قد كده، ملف قد كده، فين يا فندم؟ فتحنا الورق وقعدنا 6-7 ساعات مرة واثنين وثلاثة، ونفاجأ بحاجة بسيطة جدا. الطبيبة مكتوب 2 في التقرير اللي حصل لها المشاكل دي بسببها. واحد، هي عملت استئصال رحم، استئصال رحم نتج عنه، مش نتج عن الاستئصال الرحم، شيء طبيعي جدا. انا الاف القيصرات، انا اشتغلت في السعودية مش اقل من 23 سنة. تمام. واخد بال حضرتك، وهنا انا بشتغل بقالي 41 سنة في مهنة الطب، خريج 80 بكالوريوس وماجستير 87 ودكتوراه
مناقش دكتوراه 2000 ومخلص دكتوراه، خد بال حضرتك انا في الفتره اللي اشتغلتها دي كلها الاف القيصرات واستئصال الرحم عملته. ستات كتيره بتجيلي تقول لي ايه انا مطلعت شريح، طلعت شريح، وتقول لك ربع الستات بقى تاني يوم تقول لك تليفونات ما طلعت شريح، طب ما تاكليش، خدي سوائل، ركبي كذا، اعملي كذا. طيب في مثل هذه الحالات الامعاء ما بايه ما بتنقبضش، واحيانا بيحصل بارتشال اوبستراكشن اللي هو ايه انسداد معوي جزئي، وهذا ما حدث مع الطبيبه. فراحت للدكتور مدحت ويدي في طنطا، ده استاذ في طب طنطا، قال بارتشال اوبستراكشن كونسرفيتيف تريتمنت، ده علاج اللي هو ايه تحفظي. راحت لفلان بعد اسبوعين الدكتوره اشعات وهي واقفه ما فيش هواء تحت الايه كذا، يعني ما فيش خرم. في الاخر الدكتوره في الاخر راحت لسيمن الناس كان حصل انسداد كامل، انسداد كامل. الدكتور لما شاف لازم يقص الحتتين دول اللي هم الامعاء دي، يشيل الحته المسدوده ويوصل الاثنين بر وتم. تمام. كتب التقرير انسداد معوي، انا بقول لك قصتها عشان انهيها خالص. انسداد معوي نتج عنه ثقب، عنه عن الانسداد المعوي. تمام. الانسداد المعوي ده خطا وارد، الانسداد نتج عنه نصور. نصور بس هو نتج عنه، واخد بال حضرتك؟ ده الانسداد المعوي ده وارد. الطب الشرعي لما شاف كتب نتج عن ثقب. شوفي كلمه عنه، عنه ثقب، نتج عن ثقب. اذا نتج عن ثقب، الدكتوره شافت ثقب في العمليات وايه وما جابتش جراح، قال لك ده 18 يوم يعني عمليه بعد 18 يوم. عارفه لو الثقب ده حصل ساعه العمليه ده معناته ايه؟ شويه الحاجات الداخليه داخل الامعاء، الاكل ده هيروح داخل على الامعاء عامل حاجه اسمها بروتونايتس، التاب بروتوني، التاب بروتوني يخش ببكتيريميا، بكتيريا تخش الدم، سيبتسيميا اللي هي تسمم في الدم، بعد كده فشل كلوي، بعد كده غيبوبه، بعد كل الكلام ده في 5 6 ايام، يعني كلام نهائي اي علميا. تقارير جبناها من 3 جامعات، طنطا وفلان وعلان ومن من من اسام كتير جدا، كل التقارير دي اثبتت ان لم يحدث ثقب في الامعاء. القاضي حكم وله كل الاجلال والتقدير، حكم بناء على ايه؟ كلمه عنه، رقعه عن وعنه. أراها اتقرص الطب الشرعي، أراها إيه؟ حولها لجنة استشارية ثلاثية، كانت من الطب الشرعي يا دكتورة ولا من إيه؟ كانت من الطب الشرعي في القاهرة، كتبوا نتج عن ثقب عنه، وهي نتج عنه، وهي عنه. الدكتور جبنا الدكتور، طب مين أستأذنك في آخر جملة، مين اللي هيجيب حق؟ أكمل لسعادتك، جبنا الدكتور، أنا خلصت، الدكتور جبناه. طيب أنا أستأذنك، جبت الدكتور، الدكتور جه اللي هو كتب التقرير، الاستاذ اللي هو عمل العمليه، كتب تقرير جديد وكتب نتج عنه ثقب، وبناء عليه التقرير رحنا قعدنا في انا شخصيا رحت قعدت في الجلسه، والقاضي شوف وجبنا محامي النقابه وكل الكلام ده، والقاضي لما لقى التقرير دهوت براءه للطبيبه، ادى الجزء الخاص بالطبيبه. بعد سنتين، بعد 3 سنين يعني طبيبه سنها 67 سنه بهذا الحجم، ودخل المحكمه العكاز، وبعدين واخد حكم 2 سنين سجن بسبب، واخد بال حضرتك، عدم اصدار قانون. ولكن في النهايه طبعا القضاء انصف حضرتك، طبعا تم، بس كان في حاجه صغيره بقى احنا بنحكي عشان مخرجنا فيها. طبعا احنا هنروح للفقره الثانيه، حضرتك معانا الفقره الثانيه، لا لسه ما اتكلمتش عن قانون المسؤوليه الطبيه. طيب عشان الوقت بس، دي اهم حاجه انا جاي عشانها. طيب لو كانت لجنه فنيه هي اللي قرت تقارير السونار كانت هتفسرها كويس جدا، وما كنتش هخش في المشكله دي اساسا. طيب انا استاذنك بقى في عجاله، اتكلمنا في دقيقتين يا دكتور بقى، هكلم دكتور بقى في عجاله دقيقتين بس، اتكلمنا فيهم عشان خاطر لا المخرج بيطلبنا دقيقتين. مفيش مشكله في الدقيقتين، انا هتكلم في حاجه واحده بس بعد اذنك. اتفضل. الطبيب في مصر يعمل والمشرط يرتعش في يده. ايوه. الاطباء يهجرون المهنه. الاطباء لا يريدون ان يعملون في مهنه الطب. يا يسافرهم يا اما اللي قاعد في مصر ما بيشتغلش. انا اعرف طبيب اسمه الاستاذ الدكتور جمال صقر، استاذ ده معاه زماله كليه الجراحين الملكيه في انجلترا، ده دكتوراه من بنها، واخد بال حضرتك، جاء مختارين له احسن 15 عمليه في تدبيس المعده في العالم، خش على النت واكتب صقر اوبريشن. هذا الطبيب لما جه مصر من كام سنه رفض يمد ايده، ما بتشتغلش. طيب يا فندم اخر جمله، ليه ما بتشتغلش؟ قال انا خايف من كذا. قانون المسؤوليه الطبيه خايف لا يتحط في هذا الموضوع. قانون المسؤوليه الطبيه ان لم يكن هناك قانون واحد، الطبيب لا يسجن، واخد بال حضرتك؟ الاعراض الطبيه الوارده في كتب الطب لا يحاسب عليها الطبيب ابدا في العالم كله، وانا عايش 23 سنه وكان هناك لجان شرعيه. 3، الطبيب لا يسجن.
الطبيب لا يحاسب على مكتوب في كتب الطب الاعراض الجانبيه للعمليه ديت ما يتحاسبش عليها. اثنين ثلاثه بقى واللي اهم من الكلام ده، الطبيب يحاسب على الاهمال. يعني اهمال يعني ايه؟ فوسط عمليه سابها ولد واحده تحت في عياده بدون كذا. أوه. الطبيب الاهمال لا يحاسب عليه بالسجن ولكن يحاسب بسحب الترخيص. طيب يحاسب يحاسب بسحب الترخيص. أوه. دي اهم جزء انا جاي له. سحب الترخيص، يحاسب بالايقاف عن العمل، يحاسب بالدية. دكتور اسامه بيعب حي قال لك ان يكون هناك شركات تامين. التامين ده بمعنى ان انا بدفع ايراد شهري بحيث، لكن مش كل حاله المريض ياخد يخش ويطلب ملايين. طيب من الطبيب. اذا عشان وقتنا انا طبعا بأيد كلام حضرتك، وان شاء الله احنا بنوجه طبعا ندائنا لمجلس الشعب باصدار قانون يحمي اطباء مصر ويحمي المريض. ويحمي المريض. وطبعا القانون ده في نفسه هنروح في حد ذاته هنروح لتقرير ونرجع نكمل مع حضرتك. هيفرق بين الاهمال الطبي وبين وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المؤتمر العائلي لعائلة دنيا والسيد أحمد. كل سنة وانتم طيبين. بشكر طبعا الدكتور عفاف على الدعوة الكريمة دي، وأنا طبعا مبسوط إن أنا في وسطيكم. طبعا أهل الصمت أهل الكرم، مركز محترم، أهل ناس طيبين، أصحاب كلمة. فأنا بتشرف إن أنا في وسطيكم وأرحب طبعا بسيادة مقيم الأطباء وبشكركم على الحضور الطيب. بداية الحفل الكريم الحضور المبجل، نحن بصدد احتفالية ببراءة أحد أفراد الفريق الطبي من خطأ مهني وارد، وتلك مشكلة كبرى يعاني منها الزملاء الأطباء. ولذلك نهيب بمعالي نائب مجلس النواب وجميع زملائه خاصة من الأطباء وأعضاء لجنة الصحة أن يسعوا لخروج قانون المسؤولية الطبية إلى النور. معالي النائب، القانون جاهز من الدورة قبل اللي فات ومنتهي، واللجنة التشريعية وافقت عليه وأرسل للصياغة، فكل المطلوب أن يصاغ حماية للأطباء. الإخوة الحضور، يسعدني اليوم أن أقف بين أيديكم ممثلاً لأطباء الغربية ورئيساً لاتحاد نقابات المهن الطبية من صيادلة وأسنان وبيطريين، إلى جانب العمود الأم للنقابة وهي نقابة الأطباء. أود أن أنبه إلى جزئية ولا أطيل عليكم. الأطباء هم الفئة الفيري امبورتنت بيرسون اول اوفر ذا وورلد، أيا كان الزمان والمكان، مهما تغيرت الأحوال مهما تغيرت الأحوال فالأطباء سيظلون هم عمود المجتمع في كل مكان. أنا بشكر الدكتور عفاف وزوجها المحترم سيادة اللواء على دعوته الكريمة لينا. احنا جايين نهني بس ونشاركها الفرحة ونشاركها إحقاق الحق ببرائتها التي نسبت إليها خطأ. أنا بشكر الجمع اللي شرفنا النهاردة من السيد نقيب أطباء الغربية والدكتور عبد المحسن السمنودي والسادة أعضاء مجلس الشعب عن الصنطة وزفته. بصراحة شرفتونا في اليوم اللي يعتبر دعم لجميع أطباء الجمهورية مش أطباء الصنطة بالذات. وبرضو في بداية كلامي أنا بشكر القضاء المصري. أنا اسمي الدكتورة منى الجهري، أستاذة الطب الشرعي في كلية طب جامعة طنطا واستشاري الطب الشرعي. الحقيقة أنا عايزة أقول للدكتور عفاف ألف مبروك، وعايزة أقول إن الدكتور عفاف أصبحت نموذج لأي دكتور يتهم في قضية مسؤولية طبية يروح لها ويشوف هي عملت إيه عشان يعمل زيها. والآن مع كلمة
عروس الحفل، حبيبتنا كلنا اللي احنا جايين النهاردة عشان نفرح بتألقها ونجاحها ومشوارها في اعظم مهنة في التاريخ، دكتورة عفاف عبد القادر. اهو عليكم، اهلا بيكم جميعا، شرفتونا، شكرا جزيلا على كل الناس اللي ساعدتنا وقفت معانا، وان شاء الله كده نفرح بكل الاطباء. وانا اضم صوتي بشكر كل الحضور، كلكم نورينا، وكل الناس اللي موجودة ساعدتني، مش هقول اسم، لكن كل الناس اللي موجودة دي ساعدتني ووقفت جنبي، واحنا فرحانين بيكي والله وفخورين بيكي يا دكتورة. وانا اضم صوتي كإعلامية على برنامج همسة مواطن، تقديم الإعلامية هبة فرج والإعلامي أشرف أبو دنيا، نضم صوتنا لدكتورة. إن شاء الله ربنا مع كل الأطباء، وإن شاء الله ينفذ القانون ده عن قريب. في نهاية حفلنا الكريم، بنصرة الحق على الباطل، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني طبعا، ورحب بدكتورنا، وطبعا زميلتنا هترحب معايا بالدكتور محمد. بجدد لكم التحية مرة تانية مشاهدينا، وبنرحب بالأستاذ الدكتور محمد سلامة جاد، أستاذ النساء والتوليد وعضو مجلس النقابة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بسيادتك. بنرحب بنجدد الترحيب بالدكتورة عفاف عبد القادر، استشاري النساء والتوليد. أهلا بحضرتك يا فندم. بداية يا دكتور، عايزين نعرف رأي حضرتك في موضوع الدكتورة عفاف. بداية أنا بتوجه بخالص شكر والتحية لقناة التنوير والتثقيف الصحي، ليس في مصر وحدها بل على مستوى الشرق الأوسط. الحلقة دي في ظني أنها من الحلقات المهمة جدا جدا، لأنها بتوضح العلاقة الطبيعية بين الطبيب المعالج والمريض. دكتور عفاف نموذج حي لما يعانيه الأطباء في أحد الأركان، وذلك يستدعي كما أشار زملائي سواء بالمداخلات أو نقيب أطباء الغربية، يستدعي الإسراع بخروج قانون المسؤولية الطبية إلى النور، ويتلخص في شيء واحد: الطبيب ليس متهما، الطبيب يؤدي واجب مهني وفق أصول طبية متعارف عليها، فإذا حاد عن ذلك يجوز العقاب، وليس العقاب بالحبس، ولم يرد الحبس إلا في مصر، وعلى جميع مستوى دول العالم يكون هناك عقوبة بغرامة مالية إذا ثبت الخطأ. ومن هذا هناك في الممارسة الطبية شيئين مهمين جدا جدا: إهمال، وذلك يستدعي محكمة الجنح والجنايات إذا ثبت إهمال الطبيب. والمثل الواضح إن غير متخصص يؤدي عملية أو يدخل يمارس عملية في حالة سكر أو عدم وعي، أو يؤدي يستخدم طرق غير متفق عليها على حسب الطب المبني على الدليل. الجزء الثاني الإهمال، الخطأ الوارد حدوثه. الخطأ الوارد حدوثه ده في جميع المجالات ذلك وارد، وده الخطأ الكبير قوي في تطبيق قانون العقاب المصري بالنسبة للطبيب. الطبيب يجب أن تتم محاسبته وفق الأصول المهنية، وزي ما بيقولوا أهل مكة أدرى بشعابها، فاللي يحكم ويقرر هناك خطأ من عدمه لجنة متخصصة، وده وفق قانون المسؤولية الطبية وفي مشروعه. وزي ما قال زميلنا من النقابة العامة، تم عرضه ودراسة بنوده، وجالنا في النقابة العامة وأرسلناه، ودخل علشان الصياغة والتشريع، وما زال حبيس الأدراج. ومن خلال هذا البرنامج للتنوير أنادي وأطالب المسؤولين قضائيا وعلى المستوى الصحي ونقابيا، وبالشحذ
لخروج هذا القانون إلى النور. لماذا؟ حتى يعمل الطبيب في حالة ارتياح نفسي نمرة واحد، نمرة اتنين، حتى نحد من هجرة الأطباء نمرة ثلاثة، ودي مهمة جدا جدا، حتى نستفيد من الخبرات. زي ما قال زميلنا النقيب، هناك زملاء خبرات ولكن يخشون الأداء خوفا من حدوث مضاعفات قد يتهموا فيها عقابيا. يعني دكتور عفاف بالرغم من خبرتها الطويلة وسنها المهني في الأداء المهني ومارست آلاف العمليات مثل العملية اللي ورد فيها المضاعفة المذكورة، إلا إنها تعرضت لضغط نفسي شديد بصدور الحكم محكمة الابتدائية بالسجن. وده بيجعل المريض اللي المفروض أنا بساعده بيبتز الطبيب، زي بنسمع عاوزين ملايين. لماذا؟ أنا لم أقم إلا بواجبي، أنا أجري باخده بعد انتهاء العملية، فإزاي لو ورد حاجة بيتم هذا؟ ومن هذا المنبر الإعلامي أنادي وأناشد الجهات الإعلامية وقنوات التنوير والإعلام بوجه عام أن يتريثوا في تناول موضوع الأخطاء الطبية. كفى تطبيل. المشكلة الكبيرة أن الأطباء خلفاء الله في الأرض، يجري على أيديهم الشفاء على أيدي أحبائه من الأطباء الشفاء وفق قوانين ومعايير. فأنا أشكركم، وزي ما بنقول يا دكتور عفاف العبرة بالنهايات، أنت استريحت نفسيا ومبروك، وأنا متأكد أن الحكم ببراءتك هيكون نبراس لكثير من الأطباء المتهمين، ويتم تداوله كدليل خلال المحافل القضائية حتى يتم إصدار قانون المسؤولية الطبية. وإحنا برضو بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وزي ما قلت لازم تقرير لو حدث خطأ مهني، وارد، وده وارد في أي مهنة في العالم، يبقى هناك متخصصين مع الطب الشرعي، يعني سواء تخصص نساء وتوليد أي تخصص، يبقى في طبعا اساتذه واستشارين كبار هم اللي يكون لهم التقرير اللي بناء عليه الطب الشرعي يرفع تقريره للقضاء. وده طبعا زي ما حدث في حاله الدكتور عفاف، وده في النهايه لما يكون في استشاري كبير بيكتب تقرير كويس طبعا المحكمه في النهايه بتاخد بيه، وبيكون في انصاف للطبيب. دكتور عفاف، دور النقابه بقى مع حضرتك ودور طبعا الصحة عامة، مديرية الصحة بالغربية كلها طبعا. أنا كنت شايف في المؤتمر تجمع كبير للأطباء للمباركة لحضرتك بحصولك على البطولة. أيوة الحمد لله. طبعا هو الموضوع كان يعني كان في تعاون كبير من وزارة الصحة والنقابة وكل الزملاء في الجامعات، كل كان متعاطف معايا جدا، لان هم شافهم ان انا يعني اتظلمت ظلم كبير في مضاعفات طبيه لا يجب ابدا ان انا حتى اخد فيها لفت نظر، حتى لو انا هحاسب حتى اداريا ما كنتش اخد فيها لفت نظر. وكل الاوراق وكل الحاجات اللي انا عملتها للمريضه وكل الدكاتره اللي نظروا الحاله شهدوا بان انا قمت بواجبي كما يجب ان يكون عليه. حتى المريضة نفسها شهدت ان انا كنت معاها كما يجب ان اكون كانسانة، يعني انا ما تخليتش عنها ابدا، لا على المستوى الانساني ولا على الاخلاقي ولا على المهني ابدا. فطبعا كان لما انا طبعا ما لقيتش صدى في القضاء او في على مستوى التحقيقات ان حد ينصفني، فلقيت ان انا اروح للناس اللي هم اولي الامر بقى. رحت اول حاجه لنقابه الاطباء، طبعا نقابه الاطباء مشكوره كل الناس اللي موجودين فيها، ده اطباء واساتذه على درايه كبيره جدا. لما قروا القضيه عرفوا قد ايه الظلم اللي انا وقعت فيه، وهم كان في ايديهم القليل لان امكانياتهم لا تسمح باكثر من ذلك. وانا اتمنى ان النقابات تاخد الأبر هاند أكتر من كده، لازم يكون لهم سلطات أكبر من اللي هم فيها، مكتفين مقيدين. نقابة الأطباء مقيدة، نقابة باطلة، يعني مش باطلة، لا مكتوفة الأيدي، لا تملك
انصاف او يتملك العقوبه، وده حق وده كويس جدا. يعني هم لو ادوا من النقابات وزاره الصحه ان هم حاسبوني كانوا يحاسبوني احسن من القضاء العام، وده اللي احنا بنطلبه من قانون المسؤوليه الطبيه، لان نقابه الاطباء تملك الحق في ان هي سحب ترخيص مزاوله المهنه، غلق المنشاه، ودول مفيش اكتر من دول عقوبه لاي طبيب. انها تسحب مني ترخيص مزاوله المهنه انا ما اقدرش اشتغل كطبيبه، تسحب مني ترخيص المنشاه وزاره الشؤون الصحيه مديريه الشؤون الصحيه او الوزاره، ودول في حد ذاتهم عقوبه كبيره جدا على مستوى الـ 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 العمل كمستوايا كان كطبيب بعد كل العمر ده يسحب مني ترخيص مزاوله المهنه، لا استطيع ان امارس المهنه لا بالداخل ولا بالخارج، اشد بكتير جدا من عقوبه الحبس، لكن ساعتها كانت هتكون عقوبه عادله. الكلام ده كان هيحصل بعد تاكدهم ان انا فعلا اهملت واخطات. قانون المسؤوليه الطبيه احنا مش بنطالب بيه لحمايه المريض الطبيب، بنطلبه لحمايه المريض من بعض الاطباء الذين لا يدركون ولا يعون ولا يقدرون مسؤوليه مهنه الطب. فده حمايه للطبيب للمريض قبل ما يبقى حمايه للطبيب. فانت كده بتحمي المجتمع كله من دكتور او من حد دخيل على المهنه. يعني لو انا مش اخصائيه نساء واستشاريه، وزي ما قال الدكتور بهاء مشكورا قمنا بالاف العمليات من هذا النوع، طب ايه وضع انا لو كنت انا طبيب امتياز او تمريض وقمت بعمليه استئصال رحم المريضه؟ ما كيف يكون القضاء تجاهي؟ هيديله كام سنه؟ يعني انا اخصائيه واستشاريه وقمت بالعمليه دي مئات المرات ويديني حبس سنتين وما ياخدش بكلام الناس اللي نظروا الحقيقه. حكم اول يا دكتوره، حكم مش اول. انت لم تحبسي الحمد وده لله. خطوه في التقاضي. بفضل الله يا دكتور محمد لله. حضرتك ولكنه ضغط أنا نفسي. انا عانيت. انا عايزه بس الفت نظر الناس ان انا قاعده دلوقتي ماشي وخدت حكم براءه ماشي، بس انا عانيت الامرين على مدى 3 سنوات ونص لم اجد فيهم طعم للراحه ولا الحياه. صدقتي. مش عايزه اقول لحضرتك كرهت المهنه، لا، هي اكبر من ان انا اكرهها، لكن انا قدرت من المهنه، تعذبت كثيرا وكثيرا وكثيرا على يد جميع المرضى اللي ضيعت عمري معاهم وعشانهم. انا سهرت الليالي عشان اخدمهم وهم ما رعوش ربنا ولا رحموني. يجب برضو بنوجه كلمه للمريض، ارحم الطبيب. الطبيب ده لحضرتك هو يا دكتور محمد. ما عندوش يعني وقتنا يمكن يعني احنا ادينا للمريض كل عمرنا. ايوه. واللي احنا خدناه من المريض ممكن لو احنا خدناه من اي مهنه ثانيه كنت هاخد اضعاف الاموال اللي انا خدتها من مهنه الطب. وربنا اظهر براءة حضرتك. اللي انا اديته للمريض هو مش هيقدر ياخده من حد غيري، انما اللي اداهولي المريض سواء من فلوس سواء من شهره سواء من اي شيء ممكن انا كنت اخده من اماكن كتيره جدا وبشرف وبامانه، وما كنتش هتعب زي ما المريض بيتعب. طبعا احنا جزانا الله جميعا كل خير. مقدرين طبعا. كفى الله المرضى جميعا اي شر. طبعا. وربنا يجعلنا سبب لكل خير في بلدنا. كلمه ونطلب من سياده الرئيس وبنطلب من الوزيره وبنطلب من كل الناس ومن جامعكم الكريم تفعيل قانون المسؤوليه الطبيه، لانه حمايه المريض قبل ما يسكت ان شاء الله اصواتكم توصل باذن الله عشان ما حدش يعيش الماساه اللي انا عشتها على مدى 3 سنين ونص، ابتزاز وتشهير وتعذيب ومرمطه واهانه في كل مكان. لا يمكن حد يتخيل انا قسيت قد ايه في القضيه دي. شكرا، احنا مقدرين حضرتك وكتر الف خيركم. شكرا جزيلا يا دكتور محمد، وشكرا لنقيب الاطباء قبل ما نختم وكل الناس. قبل الختام مره اخرى بتوجه بالشكر لقناه الصحه والجمال لانها بتلمس موضوع حيوي، والدكتور عفاف زي ما بيقولوا في نهايه الالم يكون هناك الامل. مبروك. ولكن لجميع الزملاء مناط العقاب في الأداء المهني الطبي يتلخص في إهمال واحدة من 3. نمرة 1 أن يجب أن يكون متخصصا. نمرة 2 يجب أن يؤدي عمله في مكان مجهز ومرخص
مستوفي جميع الشروط الفنية. نشكر حضرتك نمرة ثلاثة والأخيرة. طيب. نستأذن مخرجنا في دقيقة اتفضل. نمرة ثلاثة والأخيرة أن يجب أن يكون هناك شرح وافي للمريض بجميع أبعاد العملية والمضاعفات الواردة والغير الواردة، وهناك موافقة مكتوبة. ومرة أخرى نداء أخير، قانون المسؤولية الطبية هو الحل لضبط العلاقة بين الطبيب والمريض، وتوقيف الطبيب بالسجن ممنوع نهائي نهائي نهائي، وذلك يستدعي تغيير في تشريع القانون المصري. شكراً. بعد إقرار مجلس النواب. شكراً. شكرا يا دكتور عفاف، بنشكركم على حضوركم، بنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، على وعد منا بلقاء جديد. إلى اللقاء. شكرا.